محافظه مطروح الحمد لله الحمد الشاطئ بتاعها حوالي 450 كيلو على ساحل البحر الابيض المتوسط محافظه مطروح بها مجمع صحراء مجمع شركات بترول الصحراء الغربيه محافظه مطروح امتدادها مع ليبيا حوالي اكثر من ألف كيلو حدود محافظه مطروح تتمتع بميزات كثيرة ميزات منها الثروة الحيوانية وهي الأغنام والبرقي والجمال محاطة مطروح تتمتع بالتين والزيتون تتمتع بواحد بأحدى أفضل واحات على مستوى العالم وهي واحد سيوة مزار سياحي من سبعة آلاف سنة محافظه مطروح احنا بنقول العاصمه الجديده او بنقول العاصمه الثانيه لجمهوريه مصر العربيه بالمشاريع اللي اتعملت في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحمد لله رب العالمين العالمين الجديده بقت فخر لمصر وللعرب اجمع بالمشاريع اللي بتتعمل فيها فاحنا دايما بنقول محافظة مطروح هي قاطرة التنمية لجمهورية مصر العربية أه بمحافظة مطروح إن شاء الله بإذن الله مشروع الرائد اللي سيد الرئيس أه بدأ فيه وهي أه مشروع ألف وخمس مليون وخمسمائة ألف فدان على محور الضبعة الزراعي أه أه محافظة مطروح لما نيجي نتكلم عنها فنعجز عن الكلام برؤية القيادة السياسية اللي عندنا الحمد لله رب العالمين احنا لو قلنا انه ان شاء الله بإذن الله خلال سنوات هتشوف جمهورية مصر العربية متمثلة في محافظة مطروح بشكل تاني جدا احنا الحمد لله عندنا محاور طرق اتعملت اتهيأ لي ممكن دولة جديدة بتتعمل في محافظة مطروح لو قلنا طرق بتعاد العرض بتاعها بيعدي ال 100 متر فبنقول كلام بنبالغ فيه بل اكتر ده ممكن الفرده الواحده بتدخل على 100 متر الحمد لله رب العالمين احنا بنقول محافظه مطروح ان شاء الله باذن الله هتكون قاطره الخير لجمهوريه مصر العربيه فاحنا بنقول للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شكرا شكرا على اللي بتعمله مع اهلك في محافظه مطروح وعلى المشاريع القوميه عندنا ان شاء الله راس الحكمه الجديده هتبقى آه المدينه الثانيه في محافظه مطروح اللي تعمل في عهد السيد الرئيس, الرئيس الفتاح السيسي آه ان شاء الله باذن الله آه عندنا حاجات كثيره عندنا ثروة الحيوانيه ليها اهتمام كبير آه ان شاء الله احنا نتمنى ان شاء الله باذن الله في عندنا اراضي للرعي ان شاء الله باذن الله نتمنى من السيد الرئيس الفتاح السيسي تكون ليه نظره فيها لانه فعلا آه الاراضي دي آه تعتبر استثمار حقيقي آه اللي لجمهوريه مصر العربيه فنتمنى ان شاء الله باذن الله دي حاجه المطلب اللي هيبقى بعد المشاريع اللي اتعملت واللي هتتعمل هيبقى ده اكتمال لرؤيه الرئيس عبد الفتاح السيسي. ما تروح بلد السحر والجمال، ما تروح البلد الجميله اللي فيها عادات وتقاليد رائعه وشعبها الطيب. وفيها الشباب بتوعنا الحلوين اللي عندهم طموحات محافظه مطروح فيها الضابط دلوقتي وفيها الدكتور فيها المحامي فيها شباب فيها اجيال طلعت ما شاء الله عليهم خدوا مراكز وخدوا آه اماكن تنفيذيه جميله آه اتمنى آه لمطروح تكبر والحياه تبقى فيها اكبر من كده آه اتمنى للشباب بتوعنا يكون في مجال اوسع ليهم آه للعمل احنا عندنا بنعتمد على السياحه في الثلاث شهور بتوع الصيف اتمنى تكون العمل في محافظه مطروح صيف شتاء واتمنى للشباب يكون في عمل ليهم زي مصانع الاستثمار يكبر يكون في استثمار اكتر من كده يحتوي الشباب بتوعنا، احنا عندنا دلوقتي البنات بتوعنا نزلوا واشتغلوا عندنا قيادات من البنات في دكاتره في مهندسين في محامين، اتمنى للبنات اللي هم عندهم اشغال يدويه يجي مستثمر ياخد الحاجات الجميله الاشغال البدويه الجميله يستثمرها اكبر واكتر و وسع المجال بتاعنا اكبر من كده أه بتمنى كل الخير لمحافظه مطروح وبتمنى كل العالم يجوا يشوفوا محافظه مطروح وبحرها وجوها الجميل التنميه اللي بتحصل في مطروح ده يعني هو حلم يعني بدا بيتحقق في في الجمهوريه الجديده في محافظه مطروح يعني حضرتك هنتكلم من ميناء جرجوب محطه نووية مدينه العالمين العظمى اشياء طرق محافظه مطروح يعني الواحد بيتهيأ له ان شايف ان الجمهوريه الجديده كلها مرسي مطروح ولكن لما بينزل محافظات تانيه بيشوف ان الجمهوريه الجديده في الصعيد في الدلتا في سينا فيعني مش عارف نتكلم يعني قول ان اللي حصل في مطروح ده ده حلم كانش يعني كنا نسمع عن نهضة محمد علي وقرينا عن نهضة محمد علي ولكن شاهدنا في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومصر الجديدة يعني حاجات ما كناش نحلم بيها أصبحت على أرض الواقع في محافظة مطروح سيادتك اللي نتمنى لمحافظة مطروح ونشد بها السيد رئيس الجمهورية هي كلية طب لابناء مطروح وقد اخذنا موافقه بها اقتراحاتنا بالمجلس واخذنا بموافقة وحتى الان لم يتم بها ادراج اسم كليه طب محافظه مطروح ودي حلم لابناء مطروح عامة وللشباب عامة دي حلم لأبناء مطروح وللواطن المغرب العربي دي حاجة كويسة جدا جدا وحضرتك تعرف المسافة ما بين السلوم والقاهرة ما بين براني ومطروح واسكندرية فحتسهل حركة لأبناء مواطنين مطروح سيادتك برضو نحلم لأبناء مطروح نحلم نكون ابناء مطروح بمصانع يعني لتكميه النهضه اللي محتاجاه ابناء مطروح هو عده مصانع لابناء مطروح حتى تتم النهضه على الوجه الاكمل لمحافظه مطروح اكتشاف جديد لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مطروح تطورت في التطوير غير يعني غادي يكفي مدينه العالمين في راس الحكمه اللي جايه في المستقبل المشاريع القوميه اللي تقوم على مرصد مطروح وده كله من يعني النظره المستقبليه لمحافظه مطروح وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي رعيته اللي هالي مطروح باللي باللي تم ويعني ننتظر المزيد من فخامه الرئيس وانا اقول لك مطروح كانت مجهوله قبل الثوره لكن الاكتشاف الجديد لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي هي محافظه مطروح واللي تم فيها حاليا يعني العالم كله يشهد بها يعني التطور اللي حصل في مطروح ما, مش حنتكلم عليه وموجود على الطبيعه يعني موجود على الطبيعه و ما مش نقدر نتكلم والرئيس قال احنا متاكدين تماما انه مطروح في قلب الرئيس واحنا كل ما يعني اللي قال عن مطروح ووعدنا به حتى محافظة مطروح للأمانة تتعامل معاملة يعني كل طلبات محافظة مطروح مجابة عند رئيس المجلس مجرد ما يوصل الطلب لمحافظة مطروح رئيسي ودي لمسناها في حاجات كتير أن الرئيس مطروح في قلب, في قلب الرئيس واهتمام بمحافظة مطروح وهي مستقبل مصر في الاستثمار محافظة مطروح زي ما تم في العلمين حيتم في راس الحكمة في, 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 في قرى في بقوش في محافظة مطروح في شاطئ لبيض ولغاية السلوم إن شاء الله تعالى كل ثلاثة أربعة شهور ثلاثة أربعة شهور ستة شهور يطلع مدينة جديدة بداية بنرحب بهذه النافذة الجميلة ومن خلال هذه النافذة نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى مصر الحبيبة شعبا وقيادة سياسية مجلس العمد المشايخ له دور فعال في استتباب الأمن والحفاظ على النسيج المجتمعي في محافظه مطروح يتدخل في عديد من المشاكل بين ابناء العمومه وهمزه وصل ما بين القيادات التنفيذيه والامنيه والشعبيه في هذه المحافظه فكيان الوحيد اللي هو في محافظه يعني محافظه مطروح بس هي اللي فيها مجلس دون السبعة 27 محافظه فله دور فعال في الحفاظ على النسيج في هذه المحافظة